هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخيلا من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. Hola amigos, estoy con ustedes la chef académica Eva de España. Nuestra receta de hoy es pollo crujiente con vegetales saludable. Está lista en YouTube ahora y preparada para mí. Soy chef Eva. Hi أصدقائي، سأكون اليوم معكم أنا الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. وصفتنا لهذا اليوم هي دجاج مقرمش مع خضروات صحية. الوصفة أصبحت جاهزة على اليوتيوب الآن من إعدادي أنا الشيف إيفا. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وشهية، يمكنكم تقديمها إلى أحبتكم وضيوفكم. بألف صحة وعافية. وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي، لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. والآن هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير هذه الوصفة معي أنا الشيف إيفا. باموس! والآن إليكم المقادير: صدور دجاج عدد 2، فلفل أخضر حبة، فلفل أحمر حبة، فلفل أصفر حبة، زيت نباتي للقلي، 5 حبات من البطاطا الصغيرة بيبي بطاطا، 200 جرام يقطين مقطع ومقشر، هذا وزنه بعد التقشير والتقطيع، 200 جرام قرنبيط، بصلة حمراء 1، فتات توست ناشف. أما بخصوص البهارات فهي ثوم، كاري مشكل، وبقية البهارات سأذكرها لكم لاحقا في الفيديو. وكذلك سوف نستخدم حزمة من الكزبرة وزيت زيتون وصوص الخردل. ها هي جميع مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. وضعت قدر على النار وفيه القليل من الماء، وضعت فوقه مصفاة ليتم سلق الخضروات على بخار الماء. وها أنا أبدأ بتقطيع البطاطا على شكل حلقات هكذا، ووضعها في المصفى. والآن سأبدأ بتقطيع القرنبيط على شكل زهرات صغيرة وأضعها في المصفى مع البطاطا هكذا.
الآن وبعدما انتهينا من وضع القرنبيط سأضع اليقطين، تم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة قبل إعداد هذا الفيديو اختصارا للوقت. الآن سأبدأ بتقشير وتقطيع البصلة. سأقطع البصلة على شكل مكعبات صغيرة، ومن ثم سأضعها في المصفى مع بقية الخضروات هكذا. الآن سأبدأ بتقطيع الفلفل. سوف أستخدم نصف حبة من كل الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر، أنظفه من البذور هكذا، وبعد ذلك أبدأ بتقطيعه على شكل مكعبات كما رأيتم، ووضعه مع بقية الخضروات في المصفى. وها أنا انتهيت من التقطيع، وسأضع الخضروات تطهى على بخار الماء بعد تغطيتها. الآن سأخذ بما يعادل حزمة من الكزبرة، أبدأ بفرمها ناعم جدا هكذا. فهذا يعطي لوصفتنا مذاق لذيذ جدا، الكزبرة. أبدأ بتنعيمها هكذا. بعد ذلك ها هي صدور الدجاج 2، أبدأ بتقطيعها على شكل شرائح بالطول. هكذا. وأستمر مع القطعة الثانية بنفس الشكل. بعد ذلك أضعها في طبق جانبا على أن تكون الشرائح خفيفة بهذا الشكل. الآن أخذت هذا التوست المجفف والمطحون، وضعت القليل منه في كاسة كبيرة هكذا. سأضع لها الثوم المجفف
فهو أفضل من الطازج لأنه يمتزج مع بقية المواد، القليل من النعنع المجفف والمزيد من الثوم المجفف وأخيرا سأضع بهارات الفلفل الأحمر الحار. أخلط المواد الجافة مع بعضها هكذا بواسطة الملعقة أضيف المزيد من الفلفل الأحمر وأعود الخلط سأضع أيضا بهارات الكاري المشكلة الهندية بما يعادل ملعقتي كوب وضعت 3 الخيار لكم في الكمية في هذه الأثناء وضعت مقلاة على النار وضعت أيضا المزيد من النعناع المجفف ها هي الخلطة أصبحت جاهزة الآن جهزت هذا الطبق وضعت فيه الورق النشاف وضعت زيت في المقلاة وأنتظره حتى يسخن تماما نبدأ بوضع قطع صدور الدجاج هكذا في الخلطة التي أعددتها قبل قليل بهذا الشكل ومن ثم وضعها في الزيت الساخن هكذا وأتابع مع باقية القطع والآن سأضع القليل من زيت الزيتون فوق الخضار التي يتم طهيها على البخار هكذا بما يعادل 3-4 ملاعق زيت زيتون وأعود وضع الغطاء الآن وبعدما نضجت الخضروات رفعتها من النار وضعتها جانبا وها هي قطعة الدجاج التي نضجت أضعها في الطبق
في هذه الأثناء جهزت الأطباق التي سأضع فيها الخضروات المطهية على البخار. ها هي، وبعد ذلك أزينها بأوراق الكزبرة المفرومة وأستمر. ها هي صدور الدجاج بعدما نضجت، يمكنكم تناولها مع أي صوص تحبونه. هنا أنا وضعت الخردل، وهكذا تقدم. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم دجاج مقرمش مع خضروات صحية قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. Espero que te guste nuestra receta de hoy, pollo crujiente con vegetales saludables. أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم أحبتي دجاج مقرمش مع خضروات صحية قد نالت أعجابكم ورضاكم. متابعي قناتنا الكرام ولكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا من خلال الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات، ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أحبتي، إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق اكتبوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.